جزاكم الله خيرا. هذا السائل راء يقول: عند التحلل من الإحرام هل يجوز أن يقصر المعتمر لنفسه أم لابد أن يقوم بالتقصير له شخص آخر حتى ولو كان معتمر؟ وإذا كان لا يجوز فماذا علي في ذلك مأجورين؟ هو لا يتمكن من التقصير لنفسه لأنه لا يأتي على مجموع الرأس، فلا بد أن يقصر له آخر، فيلتمس من يقصر رأسه بأن يمر على جميع جوانب الرأس ويقص منها، أما هو فلا يستطيع أنه يأتي على جميع رأسه ويقص منه. نعم.